تم محطتنا الصباحية لليوم مع العمل المجتمعي والإنساني وشركة قدرت تقدم من الأفكار وكانت عنوانها لتقدم من خلالها فعاليات تعددت لفئات مجتمعية. واليوم بشاركنا صباحنا لليوم أحمد عابدين مدير العلاقات العامة بشركة أفكار. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. طبعا مبارك الحلة الجديدة، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك وصباح الأفكار. خلينا نبدأ عن شركة أفكار، نحكي عنها أكثر ونتعرف عليها. تمام. شركة أفكار هي شركة للبحوث والدراسات، الخدمات الاستشارية، بتشتغل على أكثر من شق. الشق الأول هو موضوع التقييم، نحن جهة معتمدة لدى الجهات الوصائية ولدى الجهات المانحة بموضوع أعداد التقارير، أعداد التقييم مثل المنظمات الدولية. مثلا خليني اعطيك مثال، اليوم نحن افكار عم نشتغل على موضوع تقييم مبادره عوده الاطفال للمدارس اللي قامت فيها اليونيسف. عم نعمل بحث استقصائي للمدارس، للاهالي، للاسر، للاطفال، انه انتم كانت تقدم الدعم لكم كبير ولا لا، هل هالشيء مناسب ام لا، هل هالشيء كان كبير. طبعا كله باشراف وزاره التربيه، باشراف الجهات الوصائيه والمندوبين عن اليونيسف. هذا احدى الشق اللي نحن بنشتغل. الشغل الثاني نحن بنقدمه هو الماركتينج او التسويق، خلينا نقول، والترويج للشركات اللي حابه تشتغل او الشركات اللي عندها ضعف بهالشيء هذا او الشركات الكبيره. الشق الثالث والاهم انه نحن كقطاع خاص حاملين مسؤوليتنا الاجتماعيه، نحن اي مبادره بتخص هالوطن هالشعب فنحن عم نكون داعمين لها. مو داعمين بالمعنى انه نحن نمسك مصاري ونعطيهم، لا اكيد لا، نحن قطاع خاص، فنحن بنعمل مثل انه خلينا اقول لك نحن بنجمع الشركات كلياتها، نخليهم انه نوضح لهم هذا الموضوع، هذا الموضوع مهم، هذا الموضوع بيحتاج دعم. اكثر شيء نحن اشتغلنا عليه هو موضوع اطفال الشوارع، الموضوع اللي هو ما له سهل ابدا، له تداعيات كبيره. تمام. مسؤوليه وتحدي يمكن بالنسبه للتعامل مع اطفال الشوارع، يعني صراحه موضوع ما له سهل. نحن لما نزلنا على الارض وشفنا الاطفال كيف عم يتم استغلال الطفوله من قبل المشغلين، الموضوع كتير حرك فينا مشاعر نحن كشخص وكشركة. فصرنا نحن ننوه هذا الموضوع، صرنا عم نحاول أنه نطالب بإحداث قانون يخص هدول الأطفال، أنه اليوم نحن هذا الطفل مو بيتاخد مثلا يوم أو يومين وبيرجع بينطلق، لا، هذا الطفل بده إعادة تأهيل سواء بالعلاج بالفن أو بموضوع التربية، أنه في منهم ما عندهم مسلمات عقلية، يعني تقولي له اليمين والشمال ما بيعرفوا. خلينا نحكي يمكن أكثر عن أهم الخدمات اللي عم تقدموها لهالشريحة من الأطفال وقديش عم تلاقوا نتائج. هلا اليوم نحن أفكار، نحن شريك استراتيجي لسيار، مبادرة أو مشروع سيار. نعم. مشروع سيار صراحة مشكورا أبوجه له التحية كتير، عم يشتغل مع هالأطفال على الأرض. يعني عم ينزل على الأرض، عم يتابع هالأطفال، ما عندهم مركز، عم يشتغلوا بالحدائق، يعني بيجيبوا هالأطفال بيعلمون بيحببون. نحن كأفكار كنا مشاركين أكثر شيء بموضوع فعالية أبناء الشمس، قدمنا الدعم الإعلامي، الدعم اللوجستي، بالإضافة للدعم المادي، وعملنا الفعالية والحمد لله نجحت بثمان محافظات وكان لها أثر منيح كثير. اليوم أنت لما تحسني تسحبي طفل من هذول الأطفال وتعيدي تأهيله فهذا الشيء كتير كبير، إنجاز كتير كبير. وخاصة يمكن أحمد نحن بظل مواقع التواصل الاجتماعي عم تنشر كتير من الصور والفيديوهات، منها صحيحة بسوريا ومنها غير صحيحة بمناطق أخرى، وهي جزء من الحرب، خلينا نقول النفسية أيضا على الشعب السوري لكمان يكون في تعاطف مع مناطق أو دول غريبة عنا. فخلينا نحكي كمان أهمية الوعي لهذا الموضوع، خاصة كمان احتضان أطفال الشلل الدماغي، مو بس أطفال الشوارع. تمام. نحكي عنهم والمبادرات الدولية اللي أنتوا كان لكم كمان دور فيها. أكيد. هلا نحن بموضوع ما يخص أطفال الشلل الدماغي وأطفال التوحد، نحن كمان شريك استراتيجي لجمعية رعاية الأطفال الشلل الدماغي، واليوم نحن صراحة النقيب الجريح البطل علي محسن، علي هو صديق وأخ عزيز لنا، كان ضيفنا. تمام، كان ضيفكم. اليوم نحن الساعة 3 متجهين نحو الجمعية لحتى يكون هذا الشيء مثل خليني أقول لك داعم لهدول الأطفال، أنه شوفوا هذا الإنسان رغم بتر ساقه اليسرى هو عم يقدم، هو عمل شيء ما حدا عمله بالعالم. لما عم تخطي أنت 240 كيلومتر على ساق واحدة فهذا شيء عظيم. فلح ناخده لهنيك ولح يكون تكريمه نحن من قبلنا كشركة وكجمعية هني. الموضوع الثالث اللي بدي اقول لك عنه بما يخص افكار هي ما بتوقف بس عند اطفال الشلل الدماغي او عند اطفال الشلل او عند اطفال الشوارع. اليوم افكار تدعم اي مبادره
بس مو بالدعم المادي مثل ما قلت لك، نحن منقدم الشيء اسمه الدعم الهيكلية الإدارية، الأفكار يعني للجمعيات. نعم. أو مثلا المبادرات. اليوم في جمعيات عم تشتغل حرام مشكورة ولكن ما عندها الهيكلية الإدارية، نحن كأفكار عم نقدم هذا الشيء. بالإضافة نحن عم نقدم حلول مثالية، أرشفة أتمثل أرشفة وأتمثل الإلكترونية للشركات وللجمعيات. هذا الشيء كتير مهم لنا وكتير بيحسن العمل. يعني ذكرت لنا أنه دائماً عم بيكون في شراكة بينكم وبين جمعيات أخرى، قديش هالشراكة مهمة؟ قديش الواحد أو القائم على جمعية لازم دائماً يسعى لتقديم المساعدة لشركات أخرى وأيضاً جمعيات تانية لحتى يكبر المشروع أكثر ويتحقق النتائج على أرض الواقع؟ تمام. مثل ما قلت لك في جمعيات عم تشتغل ولكن للأسف الهيكلية الإدارية عم تكون غلط، أو مثلا اليوم إن بعدهم بيعتمدوا على شيء اسمه ورقيات. نحن عم ننهي هذا الشيء. نحن اليوم عم نعطيهم نظام متكامل بالمجان. قديش عم لقوا الفرق؟ طبعا فرق كبير كتير، انك اليوم عم تعطي مين المستفيد ومين المفيد، عم تقسم لشرائح تماما، لانه هذا شغلنا نحن كشركة، هي الاحصائيات تقييم الدراسات، بالاضافة مثل ما قلت لك الترويج. بس نحن اتجاهنا للجمعيات هو انه نحن مثل اي قطاع خاص حمل مسؤوليته الاجتماعية. طبعا استاذ وضاح كيال هو المدير العام لشركة افكار، حمل مسؤوليته الاجتماعية تم وجه، قدم قدر المستطاع من ما يمكن، سواء من تقديم دعم أو من تقديم الهيكلية الإدارية بنظرته هو ونظرة شركة أفكار. نعم. خلينا نحكي شوي أفكار. يعني أول كلمة بتخطر على بالنا أنه جيش من الشباب الأكاديميين عم يشتغل لفعلا تنظيم الهيكلي لأي مبادرة عم بتصير حتى ترقى لنقدر نحكي فيها بالمنابر الدولية، خاصة مثل ما بنعرف أنه مر على سوريا كتير من الظروف الصعبة، تم استغلالها ببعض المناطق استغلال نفسي خلينا نقول بإطار الحرب النفسية. اليوم قدي دورنا كمان مهم بهذا الجانب لنعطي الصورة الصحيحة اللي عم تصير على أرض الواقع. هلا نحن مثل ما حكيتي نقطة حلوة كتير، هي موضوع الجيش الشبابي. اليوم نحن كتير منركز على شريحة الشباب. يعني اليوم نحن أفكار تقريبا ما يقارب 900 موظف أن متواجدين على الخريطة السورية. هدول شغلتهم هن الترويج، شغلتهم الاستبيانات، شغلتهم تقديم أي مشورة أو أي دعم لشركة محتاجة هالشيء. هذا مثلا اليوم في شركة فتحت، قبل ما تفتح حابلة تعمل استبيان لهذا الشعب، شو بيحب، شو بيرغب، شو الشيء اللي ما بيرغبه. فهون بتكون دور هدول الشباب بإيصال هذا الموضوع للشركات وللمواطن، انه هذا الشيء كتير منيح، هذا الشيء بيفرق عن هذا الشيء بهالشغلات بهالميزات هي كلياتها. فأكيد نحن كتير منهتم بهذا الموضوع وكتير مهم عنا. كمان عملكم مو بس كان ضمن محافظة دمشق بمجمل المحافظات السورية، وأيضا مو بس كان محلي، انتقل للتنظيم الدولي أيضا المبادرات الدولية. خبرنا أكثر عن هالموضوع وعن هالشراكة بالعمل. تماما. هلا مثل ما حكيت لحضرتك، أفكار هي جهة معتمدة لدى التنظيم الدولي، المنظمات الدولية، فيما يخص بموضوع المبادرات اللي بتدعم الشعب. يعني نحن موضوع السلة الغذائية آسف، هذا الشيء نحن ما بندخل فيه، نحن ندخل بالشيء الفكري، موضوع مبادرات عودة الأطفال للمدارس، موضوع دعم وتمكين المرأة، موضوع دعم المرأة الحامل سوء التغذية عندها. نحن بننزل نعمل استبيانات مع المرأة الحامل أو مع الأسرة تبعها، أنه هل يا ترى أنتوا عم تقدموا هالمرأة، بتعرفي المرأة في لها فيتامينات معينة. اليوم أثبتت الدراسات أنه المرأة الحامل هي ما لها بحاجة أدوية قد ما لها هي بحاجة الحب والحنان، سواء من زوجها أو من أسرتها. هذا الشيء كله بيأثر على الجنين. هذا للأسف في شريحة كتير كبيرة ما بتعرف في هذا الموضوع. نحن كان دورنا أنه نبين هذا الشيء، بالإضافة أنه نحن كنا نقدم التقارير ونقدم التقييم للمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الجهات الوصائية والجهات اللازمة بالأمر طبعا. نعم أحمد، يعني الفكرة هي الأساس. خلينا نقول الحياة هي فكرة بحد ذاتها. اليوم قديش بحاجة نحن نتقبل أفكار بعض أيضا، خاصة أنه يعني بتعرف أنه أي فكرة جديدة ممكن تتعرض للرفض أو القبول. فاليوم قديش نحن بحاجة كمان لشباب، خلينا نقول أكاديميين عندهم أفكار، عندهم يمكن طموحات معينة وأهداف ومشاريع، أنه تتقبل هي الأفكار. فكيف عم بتم الآلية عندكم؟ نحن كشركة أفكار أكيد فاتحين بابنا لأي مبادرة بتخص الشباب. نحن اليوم عم نشتغل على مشروع يمكن ما لازم أحكي فيه، ولكن بالقريب العاجل هيتم إعلانه. اليوم نحن عم نشتغل على شيء اسمه حاضنة ريادة الأعمال. يعني نحن اليوم مثل ما حكيت حضرتك أنسة زينة، نحن اليوم كتير منهتم بموضوع الشباب. اليوم الدول العالم كلها للأسف سبقتنا باستغلال شبابنا. نحن سوريين، نحن خليط النحل معروفين، نحن دائما منتجين
رغم الحرب رغم الدمار اللي صار ما بعمرها وقفت البلد، العكس انتصرت والحمد لله لسه مقبلين على شيء كتير كبير. فالفضل بيعود للشباب بعد الجيش طبعا وبعد قيادته الحكيمة. الشباب عنصر كتير مهم ولازم نستغله، فنحن كشركة أكيد عم نقدم الدعم اللازم لكل الشرائح اللي نحن بنعرفها من شباب، شو في عندهم أفكار نحن عم نقدمها، ما في داعي إنه نذكر. وبس بحب أقول لك إنه نحن عاملين كتير مشاريع كبيرة بتخص الشباب، بس ما منحب نذكرها لأنه نحن ما حنذكر هذا الشيء، بتعرفي أنت كغطاء خاص رح يستغل هذا الشيء، فلا نحن عم نقدم الدعم بشكل غير مباشر أو بشكل غير معلن. نعم. هذا الشيء نحن عم نقدمه. اليوم بختام حديثنا شو حابب توجه كلمة لشريحة الشباب يلي هو بالفعل قادر إنه يكون فعال بشكل كتير واسع ضمن المجتمع؟ تمام، شريحة الشباب أنا بوجه لها كلمة أول شيء لكل حدا ضل بهالبلد. أنا بتوجه له بالشكر لأنه ما ترك بلده. هلا في عالم تركت البلد بسبب ظروف، ولكن في شباب ما تركوا البلد ضلوا فيها، اشتغلوا على حالهم، درسوا، قدموا مشاريع، وفي منهم شباب تم تقديم لهم إغراءات من برا ولكن رفضوا وضلوا بهالبلد وعم يشتغلوا. فأنا بوجه لهم كلمة إنه خليكم فيها، نحن حنعمرها، حنساويها، نحن حنزدهر فيها أكثر وأكثر، هي بلدنا. أكيد نحن بنتمنى كمان الأفكار يكون لها دور بإعادة الأعمار هلا عم تشهدها سوريا. موفقين بكل الكادر اللي معكم، شكرا لوجودك معنا. خلي لياكي، شكرا لكم وإن شاء الله ألف مبروك على الشغل الحلو اللي عم تقدموه. نحن منفتخر ومنعتز فيكم كإعلاميين وكإعلام، ونحن منعرف شو قدم الإعلام السوري. الله يحميكم وموفقين يا رب. شكرا لوجودك معنا أريج.